السلام عليكم متتبعي قناة سهل ماهل للجميع، مرحبا بكم، وكنتمنى الوصفات ديالي ينالوا الإعجاب ديالكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم براونيز بالبودرة جاهزة، يعني باش نسهل عليا، بودرة جاهزة باش غندير البراونيز اللي غندير لها حتى هي نعطيها شكل اخر، غنزوقها بالكريم شانتيي والقرقاع ولا غلاس. بالنسبه للمقادير عندي 350 غرام تقريبا ديال البودره ديال البراونيز، عندي حفنه ديال القرقاع، بودره ديال كريم شانتيي، جوج بيضات ونص كاس ديال الزيت. ناخذ جوج بيضات نطربهم مزيان بالطراب اليدوي، هذه كيكه سهله مهله. نزيد على البيض نص كاس ديال الزيت، ونبدا نضيف بشويه بشويه البودره ديال البراونيز اللي جاهزه. هذه بودرة خالية من المواد الحافظة، يعني المواد ديالها طبيعية 100%. هذا منتوج ماي واي، منتوج مصري عربي. شتها شوية ثقيلة، زدت ليها نص كاس ديال الحليب ونص كيس ديال الخميرة كيميائية، يعني كنبقى نضيف الكيس ديال البودرة ديال البراونيز حتى كنساليه كله. يعني انا ما عمري ما كنت نبغي ندير هاد البودرات الجاهزة ديال لي كيك او لي براونيز، قلت نجرب ونشارك معكم هاد التجربة. هادي هنا زدت شوية ديال القرقاع لانه كيتواتى مزيان مع البراونيز. كما كتشوفوا بودره جاهزه وسهله، يعني وهذه في العضله نقسم الكيك ملي يطيب، فضلت انني نديرو في دو مول، قسمتهم على جوج ديال الصينيات ديال الكيك، نقادوهم وكنديرهم في الفران درجة 160 الحرارة لمدة واحد 40 دقيقة حتى كيطيبوا. هنا عندي 200 مليلتر ديال الحليب بارد، غادي نضيف عليه هاد تقريبا واحد 200 غرام ديال البودرة ديال الشونتيي، وزدت قبل ما نزيد الشونتيي زدت معلقه ونص كبار ديال الكاكاو المر باش نعطي اللون البني بحال البراونيز. انا فضلت ما نديرش لا كريم شونتيي بيضة باش يكون تجانس الالوان، يعني الحليب من بعد ما خلطته مع الكاكاو المر درتو في وعاء اللي غادي نضيف عليه البودره ديال كريم شانتيي. هذا فيه السكر بلا ما نزيد السكر، اللي كنطربو بالطراب الكهربائي حتى كتقصح لا كريم. يعني ما كتاخدش وقت طويل، دغيا دغيا كتخدم وكتقال باش كتعطينا الطوع باش كنخدمو بها كما بغينا الشكل اللي بغينا. كما كتشوفوا القوام ديالها هو قاصح. من بعد ما طابت لينا البراونيز ديالنا غنشدو واحد 4 المعالق ديال لاكريم ونزيدو عليهم شويه الحليب باش تجرى شويه
يعني هذه هي اللي غنديرو ما بين جوج كيكات. باش نعطيها اللون اكتر زدت ليها الكاكاو المر. مع القليل من الحليب. ومن بعد كنطليو يعني كنطليو الوجه ديال الكيكة الأولى. يعني ما كتحتاج هذه نسقيوها لحقاش هي كتجي معلكة من الداخل. وكنزيدو فوق منها الكيكة الثانية. يعني هنا تهرست ليا ماشي مشكل، كل شيء كيتصلح. غنحاولوا نقادوها شويه، ومن بعد غنديروا في الجيب الحلواني الكريمه اللي خدمنا قبيله اللي قاصحه شويه. هذه حاولت نديرها بهاد البوق هكا اللي مسطح من الفم ديالو، وزوقت على هذا الشكل. يعني الواحد يزوقها على حسب هذاك الشيء اللي عنده وعلى حسب الذوق ديالو في الاختيار. يعني ممكن الواحد يقدمها يدير لها الوجه ديالها يدير لها الشوكولاط الاسود ويقدمها، او لا يدردر عليها شويه القرقاع. انايا فضلت انني ندير لها هذه الطريقه هذه، بحال غلفت ليها الجوانب ديالها كلها بلا كريم. على فكرة هاد لا كريم شانتيي حتى هي ديال ماي واي، حتى هي خالية من المواد الحافظة. يعني كنزيد نزوق شويه الوجه ديال البراونيز ديالنا. يعني من بعد ما غنكمل هاد الدائره، عندي انا ديجا في الكونجيلاتور دايره لا غلاس ديال الفاني. يعني لا غلاس مع البراونيز كيتوالموا بزاف. يعني حنا 4 ديال الناس غندير 4 لي بول ديال لا غلاس. يعني بالنسبه للتزيين راه كل واحد على حسب المستطاع ديالو وعلى حسب المعرفه ديالو وعلى حسب الموجود اللي عنده. من بعد ما درت لها لي بول ديال الايس كريم كنعاود نزوقها بالقرقاع. كما كتشوفوا وغنحاول ندردر على الكويرات ديال لاكلاص شويه ديال الكاكاو المر. ما بغيتش ندير الصفايه باش ندير فوق منها بكثره، بغيت غير شويه. وهي البراونيز ديالنا وجدات. كنتمنى تروق الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوها، كتجي لذيذه رائعه. وكنقدموها بهذا الشكل هذا. بالصحة والراحة، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. وكنشكركم دائما على التعليقات ديالكم والتشجيعات،
شكرا بزاف.